فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الدخول في الأسباب، منزلة الدخول في الأسباب أو التسبب، والتسبب إنما معناه الأخذ بالسبب واتباع السبب، وهو عين التوحيد، توحيد الله عز وجل، على عكس ما قد يفهمه بعض من لم يدرك ما معنى السبب، السبب المشروع الذي به يتوصل إلى الخيرات والصالحات من حيث هو فعل أو ترك، فعل لما يجلب المصالح أو ترك لما يجلب المفاسد. والله عز وجل بنى صلاح المؤمن على هذا المعنى، معنى الأخذ بالأسباب، ومن لم يأخذ بالأسباب فليس بمتوكل وإنما هو متواكل كما هو معروف. فلا يجوز للمؤمن أن يتمنى على الله الأماني وينتظر الصلاح أن ينصب مطرا من السماء، فإنما الصلاح والتقوى والفلاح صلاح الدنيا وصلاح الآخرة كلاهما، إنما ذلك أخذ بالأسباب، فمن أخذ بأسباب الخير كان خيرا ووصل إلى الخير، ومن أخذ بأسباب الشر والعياذ بالله كان شريرا ووصل إلى الشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالعمل إذن هو مناط الخير ومناط الشر. وها هنا أنطلق من آية من كتاب الله عز وجل من سورة الإسراء، وذلك قوله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، أي أخذ بأسبابها وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد، أي نمد الأوائل والأواخر كليهما، الفريق الأول الذي ذكر ابتداء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، هذا القسم الأول. والقسم الآخر أو الثاني: ومن أراد الآخرة. فالمرجع في الضمير كلا نمد هو ما ذكر من هاتين الفرقتين، مريدي العاجلة ومريدي الآخرة، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. وعطاء الرب عز وجل المقصود ها هنا عطاء الدنيا وعطاء الآخرة. فعطاء الدنيا بالنسبة لمن طلب الدنيا وأخذ بأسبابها، وعطاء الآخرة بالنسبة لمن أراد الآخرة وأخذ بأسبابها. وما كان عطاء ربك محظورا، من الحظر بالضاء أي المنع، ليس ممنوعا عمن أراده وأخذ بأسبابه. فالله عز وجل جعل الأسباب طريقا للمسببات، من أخذ بها وصل، ومن تركها انقطع به السير. قلت في بداية الأمر وهو عين التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، حينما تأخذ بالأسباب التي وضعها لك الرب عز وجل، تريد أن تحصل على المال، خذ بأسباب المال من الحلال، من التجارات أو الوظائف أو الإيجارات أو ما هنالك من عقود الأعمال المالية. حينما تأخذ بهذه الأسباب يكون أخذوك لها كما ذكرنا أكثر من مرة من باب الإذن، يعني أن الله عز وجل أذن لك في هذا السبب فأخذت به. وإذ تأخذ به بهذا المعنى فإنك تصل إلى مرادك، بل إلى مراد الله من السبب سبحانه وتعالى. وحينما تأخذ بأسباب الصلاح من الأعمال الصالحات فإنك تصل بإذن الله إلى صفات الصلاح، وسعى لها سعيها. والتمني على الله بغير عمل هذا استخفاف بالرب جل جلاله، ولذلك كان هذا العمل باطلا. يعني ابن آدم يبقى جالس يتسنى دبا الفلوس يصبوا عليه أو دبا الحسنات يصبوا عليه، هذا المنطق لم يجعله الله عز وجل أساس الحياة ولا الوجود. ولذلك قالوا إن الأخذ بالأسباب هو عين التوحيد، وهذه كلمة لابن القيم رحمه الله وهو عالم بهذا الشأن، أي بعلم التوحيد. فالموحد حقا هو من ينخرط في الأسباب التي وضعها الله عز وجل، مسالك
تصرب بالإنسان وتصل به إلى مدارك الخير، خير الدنيا وخير الآخرة. ومرارا كنت أقول لكثير من الشباب الذي يعاني من البطالة والعطالة، قسم كبير من هذا المشكل يرجع إلى أنفسنا نحن. ماشي المعنى ديال هذا الكلام أنني كان برأ الدولة إطلاقا، لها مسؤولياتها طيب، ولكن أن أبقى هكذا لاقا اليوم وغدا وبعد غدا نتسنى اليوم الذي تأتي فيه الأرزاق من علو جيك من الفوق تطيح عليك، فهذا الأمر ما جعله الله عز وجل دينا للمسلم. المسلم ينتج رزقه، ينتج رزقه الذي قدره الله له فيما يتعلق بأمور الدنيا. وقد رأينا أمثلة كثيرة غير محصورة ممن حصلوا شهادات عليا في علوم ما، ولكن ما اشتغلوا بها وما كانت لهم سببا للأرزاق، وكانت لهم أرزاق وفيرة بسبب اتخاذهم أسبابا أخرى ما قدر الله أن تكون علومهم ولا تعلمهم سببا مباشرا يصلون به إلى أرزاقهم. مد قناطر الخير يصل إليك الخير. وهذا الأمر إنما يحتاج إلى عقيدة التوحيد، ولذلك قالوا الأسباب أو الأخذ بالأسباب هو عين التوحيد، يحتاج إلى عقيدة التوحيد. لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. وفي الحديث الصحيح إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله، رزقك الذي قدر لك يصل إليك، وإنما عليك أنت أن تمد أسباب الخير وأن تفتح له الباب، هو يطرق عليك وأنت لا تريد أن تفتح الباب. هذا فيما يتعلق بالمعنى الدنيوي للكلمة. الله عز وجل له خزائن الأرزاق في السماوات، مستحيل مستحيل أن يظن ظان بأن الأرض قد ضاقت بأهلها، هذا خطر، هذا اعتقاد باطل. يعني راه الكثافة البشرية وصلت بحيث أنه الخير ما يلقى ما يأكل، هذا مستحيل وغير موجود. وإنما هنالك عطالة نفسية وبطالة ثقافية، كنقصد ثقافية واحد العقلية عند الناس تكونت بسبب ثقافات دخيلة رديئة أنشأت جيلا متراخيا. احنا هما نؤدي الذي علينا ونطلب الذي لنا، ولكن ألفنا أن نطلب الذي لنا ولا نؤدي الذي علينا. وقد رأينا الناس قد وظفوا في وظائف، غوتوا داروا الإضرابات وتضفوا، من تضفوا نعسوا، هذا ظلم. المؤمن يجب أن يكون عدلا حكما عادلا. مع الأسف هذه عقلية نفسية اجتماعية يجب أن نقضي عليها. الانطلاق والنهوض بالأمة إنما يبدأ من صنع العزائم، العزائم التي تحفر الصخر وتنتج منه الرزق. وإذا غلق باب فتحت أبواب، فإذا كانت هذه النفسية مستعدة فعلا لمثل هذا كانت الأسباب بعد ذلك مدرة ومنتجة. السبب كيعطي ينتج، ليس من لدنه ولكن لأن الله عز وجل جعله كذلك منتجا. الوظائف في الدنيا كثير، الله عز وجل مذ خلق الإنسان خلقه موظفا، ولكن هل أنت تشتغل وتشغل منصبك الذي وظفت فيه أم لا؟ كل البشر في الأرض موظفون عند خالق الأرض، ولم يخلق الله أحدا ولا أحد بلا وظيفة، ما كاينش عبث. يخلق الله واحد الإنسان زيد ما يمكنش، هذا عبث في خلق الله، والعبث ليس فعلا من أفعال الله عز وجل. فكل قد خلق لوظيفة، إنما واش هو داير شغله ولا ما داير شي شغله. المشكل الذي يحصل لنا أننا نعتقد أن وظيفتنا التي خلقنا من أجلها هي هذه، غير تكون هذه ولا ما ندير والو، هذا خطأ. ما تدري أين قدر رزقك، ما تعرفش فين كاين، أطرق هنا وهنا وهنالك في كل مكان من أبواب الحلال، وأبواب الحلال كثير. ويجب أن تعتقد ابتداء بأنك مشتغل، أنت شغال خدام، تشتغل بالعبادة نفسيا وعمليا. عمليا أنك مسلمون تشتغل بالعبادة، صلواتك وصيامك إلى آخره. نفسيا أي أنك تملأ وجدانك بشيء هو أنك عبد لله، تقوم بوظيفة العبودية لله في الأرض منذ ساعة تكليفك حتى ساعة مماتك. ماذا يبقى بعد ذلك؟ يبقى بعد ذلك كسب المعاش. في الحديث الصحيح من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد
كفاه الله سائر الهموم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني ماشي معنى هذا أنني أدعو إلى يعني نفسية سلبية هروبية، لا إطلاقا، وإنما أقتحم الدنيا بنفسية الآخرة. هذا الذي نطلبه، أن تقتحم الدنيا بنفسية الآخرة، وحينئذ ستجد هم الدنيا كله بل هموم الدنيا كلها بين يديك أمورا بسيطة جدا. لما؟ لأن هم الآخرة هو أعظم الهموم على الإطلاق، وهم المعنى أي معنى وجودك أنت، من؟ فلان بن فلان بن فلان، لما تعيش؟ لما خلقت؟ لما وجدت؟ ماذا تصنع؟ حينما تسأل مثل هذه الأسئلة تسأل نفسك، ستجد أنك بدأت تدرك ما أنت ومن أنت. يعني هذه الجهالة التي تحيطك، ما أنت، وهذه المعرفة التي تظنها في نفسك، من أنت؟ أتبدأ تكتشف نفسك، وتكتشف آنئذ مؤهلاتك وقدراتك، وهذا شيء مهم جدا. حينما قالوا منذ القديم أن الإيجارات رخص وأن التجارات عزائم، إنما قالوها عن حكمة بالغة. الإيجارات هي زعما خدام عند شي حد أجير، بحال الواحد اللي يعني خدام في صنعة مع المعلم ديالو، بحال أعلى موظف ديال الدولة، حتى هو أجير خدام مع شي حد، هو الدولة شخص معنوي. كل ذلك التجارات خير منه. تجارات ماشي فقط بالمعنى ضيق الكلمة، الحانوت أو يعني التجارة بالجملة أو بالتقسيط، هذا معنى حاصل، ولكن كل أمر تشعر فيه أنك تسير شيئا، تنتج شيئا، فهذا معنى من هذه المعاني، أنك تبدع للمجتمع، تنتج له، تبني فيه، فكل ذلك يدخل في هذا المعنى. فهذا من العزائم، ما كتسناش شي واحد يخدمك، انت مخدم راسك. ما معنى مخدم راسك؟ اي انك تشغل الوظيفه التي جعلها لك الله عز وجل ابتداء، ما تسنيش شي واحد يتفبر عليك بالخدمه. هذه النفسيه لو فعلا استطعنا ان نستعيدها لانطلق المجتمع متحركا كالنمل. كل نمله كدير شغلها، وعمر النمل ما لقيتو شي قسمه جالسه بلا شغل، او ضاق بهم الغار وتسلى الرزق، ابدا. ما قدر الله عز وجل ميلاد شخص إلى الأرض إلا وقد ضمن له رزقه، نحن نرزقكم وإياهم، ولا يخلق الله عز وجل نفسا بغير رزق، وهذا مناف لعدل الله. ما لقيناش من هذا الجه، عين الإنسان حسيرة. ولذلك أنا لا أثق في كثير من الدراسات التي يسمونها علمية، أقول لك من هنا كذا وكذا سنة غادي يموت الناس في الأرض. أولا هذا يتعلق بأمرين أشبه ما يكون بيوم القيامة، وهذا لا يمكن أن يقع إلا بعلم الله عز وجل. ثم مثل هذا النظر مبني على حاسة واحدة، هي الحاسة المادية الحسابية، ويلغي من اعتباره الحاسة الغيبية، وذلك منطق القرآن الكريم: ما مد الله في عمر الأرض يوما إلا ومد للناس في أرزاقهم يوما، وهكذا حتى يريث الله الأرض ومن عليها. وما يدري الإنسان من أين يطرق الرزق، البشرية كتسنى من هنا، والله عز وجل يأتيها من هنا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الاحتساب الراجع إلى مادة حسبة التي أصل دلالتها العد والإحصاء، من الجهة اللي ما ضربت لها حساب وما دخلتها في أرقام ولا في مخططات، من ثم يقدر يجي الرزق لك وللبشرية جمعاء. رزق الله عز وجل أوسع وأبقى. هذه النفسية الإيمانية اليوم تكاد تنقرض. علاش؟ لأن الثقافة تيئيسية القاتلة كتجي من عند النصارى واليهود، وتصب علينا من خلال إعلامهم الذي صار هو إعلامنا مع الأسف، فتقتل فينا شمعة الأمل. نحتاج إلى شيء واحد، أن نعود إلى عقيدتنا سالمين، عقيدة التوحيد التي فيها التوكل الحقيقي والأخذ بالأسباب الشرعية. حينما نأخذ بالأسباب الشرعية نكون موحدين، أي موقنين بأن الله عز وجل جعل هذا السبب ينتج هذا المسبب، دير هذه تلقى هذه، الله أخبرك بهذا. أما وإنه قد أخبرك فأحد أمرين، إما أنك تكذبه وإما أنك تصدقه، ولا منزلة بين المنزلتين. إن كنت من المصدقين حقا وأخذت بالسبب صدقا، ما غششت فيه، ما درت شيء الغش في السبب،
أخذت به كما هو وفي قواعده وعلى أصوله الشرعية، فحتما حتما تجد نتيجته، لأن الله عز وجل قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يرزقه جواب الشرط، وجواب الشرط يفيد اللزوم. نحن في حاجة فعلا إلى تجديد التوحيد الذي هو أساس عقيدتنا. لو جد هذا الأمر في أنفسنا من تجديد الدين وبعث هذا المعنى الذي ذكره الله عز وجل في كتابه وبينه المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنة رسوله، لانطلقت الأمة من جديد تخرج الماء من الصخر بإذن الله. الأخذ بالأسباب إذن منزلة من منازل الإيمان ومعنى من معاني التوحيد كما فصله علماء السلف قديما، معنى من معاني التوحيد. ولهذا ذكر الله عز وجل نتائج الأعمال لصيقة بأسبابها، لكن مفهوم السبب في الإسلام مفهوم خاص يتعلق بكونه آلة وسنة من سنن الله التي وضعها عز وجل للخلق تسخيرا. فالعبد المؤمن يدخل فيها على أنها هي نفسها تعبد الله عز وجل بكونها مسخرة لك، كما أن الأرض في دورتها مسخرة لك، والشمس في سيرها الذي يعلمه ربها مسخرة لك، ودورة الأفلاك كل الأفلاك مسخرة لك، مسخرة فهي تعبد الله عز وجل بذلك، والشمس تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل يفيد العموم والاستغراق لجميع الأفلاك، وكل في فلك يسبح، كل ذلك تسخير لك أيها العبد، فهي تعبد ربها بخدمتك أنت. وهذا شيء عجيب، كون ضخم، كون عجيب ضخم ممتد يعبد الله عز وجل بخدمته لك، سخر لك. فأي قيمة وأي رفعة هذه أعطاك المولى سبحانه وتعالى، وأنت تحجم نفسك كتصغر راسك تتولي أقل من بعوضة، هذا منكر. والله عز وجل جعلك في الكون مركزا، يعني أعطاك مركزية هامة في الكون من بين خلقه جميعا، ولقد كرمنا بني آدم. الأخذ بالأسباب إنما معناه أصالة أن تستفيد مما سخر الله لك من أبواب الخير في الأرض وفي السماء، في الأرض وفي السماء. هذا من حيث ما يتعلق بمعنى كسب مصالح الدنيا، أما ما يتعلق بكسب مصالح الآخرة وهي المآل وهي المنطلق وهي الهدف وهي كل شيء، وقد قال عز وجل وسعى لها سعيها، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، سعى من السعي وهو الكد والكسب والسير لهدف ما، وهذا الهدف معرف ما خلاش نكرة. شوف التعبير كيفاش دير الرب الرحيم الكريم العليم سبحانه وتعالى حينما يتكلم يكون كلامه على قدر كماله جل وعلا سبحانه وتعالى، وهو ذو صفات الكمال والجلال. قال وسعى لها سعيها، فعبارة سعيها تعريف لذلك السعي. كان يمكن يقول يعني الممكنات اللغوية، القرآن راه قرآن، وسعى لها، ومن أراد الآخرة وسعى لها احتمال، ومن أراد الآخرة وما يقولش قاع وسعى لها سعيها، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا، هذا احتمال لغوي، ولكن سعيا نكرة مطلق قد يكون حقا وقد يكون باطلا، ولكن قال وسعى لها سعياها، هذه التي هي ضمير يعود على معاد الآخرة طرقا كثيرة، ولكن طريق واحدة توصل، سبيل واحدة، طرق كثيرة ولكنها طرق الضلال وطرق الكفر، طريق واحدة توصل وتصل. ولذلك قال وسعى لها سعيها الذي يوصل إليها، فكانت أسباب الآخرة إذن محدودة محددة بضابط الكتاب والسنة، وهذا الأمر الذي ينبغي أن نعقله وأن يجعلنا نعيد الصلة بكتاب الله مرة أخرى والصلة بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام مرة أخرى، لأنها هنالك أسباب الخير ما تلقاش في موضع أخر. فأما كتاب الله عز وجل فهو متن الرسالة التي جاءت من رب العالمين إلى الناس، رسالة أرسلها الله سبحانه وتعالى، والإرسالية
معنى دقيق معروف في العلوم المعاصرة ما يسمى بعلوم اللسانيات المعاصرة الإرسالية، لها أركان. هناك مرسل، لما نقول رسالة تقتضي شيئا، رسالة الإسلام رسالة، وإلا فلما نشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سليما رسول، فالرسالة تقتضي أن يكون ها هنالك مرسل، وإلا فلا رسالة. ما يمكنش ديك رسالة ما جاية من حد، هذا مستحيل في منطق الوجود ومنطق الشرع أيضا، فلا بد من مرسل لهذه الرسالة، ولا بد من مرسل إليه، ولا بد من حامل وسيلة لوصول الرسالة. قد تكون آلة، قد تكون إنسانا، وقد تكون وقد تكون وقد تكون طيرا، هذا في المنطق العام يعني، كما كان الحمام الزاجل قديما رسولا بالمعنى اللغوي. ثم بعد هذا وذاك لابد من وجود رسالة، متن، كلام كيتقرأ كيوصل، الذي هو القرآن الكريم. قلت هو متن الرسالة، رسالة أرسلها الله عز وجل. الرسالة أصلا ما هي؟ إنما هي أخبار، هذا الأصل، أخبار. لأنه ملي كتجيك شي رسالة من عند شي حد كيجي باش يخبرك، يعطيك أخبار. وطبيعة الأخبار، طبيعة الأخبار أنها تقتضي مهام. علاش بنادم كيقلب على الخبر وعلى الأخبار؟ ماشي غير باش يمتع دماغه، لا، باش يعرف اش يدير، وإلا فلا قيمة للخبر. الآن الخبر كيتباع في العالم، وكالة الإعلام الدولية كتبيع الأخبار بالثمن الصحيح. وشحال من واحد كيتوهم غلط بأنه التلفزيون ولا الراديو كيعطينا الأخبار بالمجان؟ أبدا، واش كاين شي إذاعة ولا قناة تلفزية في العالم كتعطيك الأخبار بالمجان؟ لما كتعطيك الخبر كتصنع لك عقلك، هيا تخلصت. الخبر يصنع النفسية ويصنع المجتمع، ومن ذلك وليس فقط يخرجوا المظاهرات في الوقت اللي بغاو، وكيدخلهم في الوقت اللي بغاو بالأخبار، صاروا يحركوا المجتمع. ومشي سهل، خطب في الناس تتشبع، خرج واحد لا تستطيع. الإعلام من أخطر وسائل التأثير قديما وحديثا، والله عز وجل جاء بالخبر اليقين، ما فيش الكذوب. أخبارهم 99% كذوب، حتى وإن كان الأصل صحيحا كيغلفوه بالكذوب. الكذوب معنى من المعاني، ولو على المستوى النفسي، طريقة باش يصوغوه، الوقت فاش يطلعوه، الشكل باش يخبروا به، وما يريد قبله وبعده من إشهارات، كل ذلك يصنع نفسيتنا ويصنع مع الأسف انحرافنا. الله عز وجل جاءنا بالخبر اليقين، بالنبأ العظيم، وليس عبثا أن يكون من صور القرآن صورة النبأ، نبأ عظيم. القرآن كله نبأ، جاء بخبر، بخبر السماء وبخبر الأرض وبخبر الإنسان وبخبر الدنيا وبخبر الآخرة، خبر. طيب لما يجي الخبر خصك تخلص ثمان المعلومات اللي جات، ما كاينش الأخبار بالمجان. أولم يكن ممكنا في قدرة الله أن لا يأتيك من خبر؟ بلى، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، كان ممكن أنه ما يجي ولو، ولكن الله عز وجل حكم عدل رحمن رحيم، لم يخلق الخلق ليهمله، وإنما خلق الخلق ليعمله، فأخبره بحقيقته وبحقيقة ربه وبحقيقة مآله. هذه الأخبار التي جاءت إن بانت عليها أوامر ونواه شيء طبيعي. المعلومة الفلانية تفيد أن الكون هكذا طبيعته، وخلقه الله كذا وبهذا الشكل، وليكون كذا، وخلقك وجعل لك وخلق لك من الأرزاق والنعم لتأتمر بكذا وتنتهي عن كذا. الأمر والنهي هو نتيجة طبيعية عن تلقي الأخبار، هذا متن الرسالة، وكل ذلك أسباب وجب أن تدخل فيها، إما أن تدخل فيها فستستفيد من أنبائها وتسلك مسالك أوامرها ونواهيها. وجاءت السنة دليلا بشريا، الرسول عليه الصلاة والسلام جعله الله بشرا ليكون حجة علينا نحن البشر، جعلنا الله عز وجل نموذج أرقى وأعلى ليسلك أمامنا عبر تلك المسالك، مسالك القرآن الكريم يشخصها تشخيصا بشريا، لأن الأوامر والنواهي كلام، كلام رب العالمين، وكلام رب العالمين كلام رب العالمين، يعني ما يمكنش يكون حركة بشرية سبحانه وتعالى مطلقا. فإذن ليمكن لنا نحن البشر أن نشتغل بالأمر والنهي الإلهيين كان
من رحمة الله عز وجل أن جعل أمامنا إماما نقتدي به كما نقتدي بإمام الصلاة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقتدي به فهو يشخص لنا القرآن تشخيصا بشريا، وهو حديث عائشة الذي رواه مسلم حينما سئلت عن خلقي فقالت كان خلقه القرآن. هذه العبارة عند علماء أصول الفقه يسميها العام النكرة المضافة إلى الضمير، خلق نكرة، هو ضمير، الضمير معرفة من المعارف، فأفاد ذلك العموم. ما المعنى ديال الكلام بكل بساطة؟ فكان خلقه أي كل خلقه القرآن، ينام على منهج القرآن، يستيقظ على منهج القرآن، يعبد على منهج القرآن، يبيع على منهج القرآن، يشتري على منهج القرآن، يقاتل على منهج القرآن، يسالم على منهج القرآن، خلقه كل خلقه. لا تجد شيئا في كتاب الله لم يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كينش. ومن زعم ذلك فقد اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدم البيان، وإنما هو عليه الصلاة والسلام جاهد في الله حق جهاده وأدى حق الله عز وجل عليه من البيان للأمة. ولذلك الأخذ بالأسباب، أسباب الآخرة، يكمن بهذه الصورة في هذين، القرآن بهذا المعنى. جاتك الرسالة خصك تدقق في معنى الخبر، تأكد منه، ماشي تأكد منه صحيح ولا ماشي صحيح، طبعا القرآن مقطوع بصحته، لكن تأكد من مراد الله عز وجل ايش بغي يقول لك. ولذلك الرسالة ملي كتجي بشرية كنقراوها، من كتكون مهمة عندها علاقة بالفلوس كنقراوها ونعاودوها ونقراوها ونعاودوها، كأنك لا تكاد تصدق نفسك أن فيها ما فيها كتاب الله أو لا، طبعا لأنه سبب الخير. إذا كانت الرسالة البشرية التي تأتي بخبر المال تغنيك جزئيا في الدنيا ولا يغنيك إلا الله عز وجل، وإنما تلك أسباب في نهاية المطاف، فكتاب الله عز وجل يغنيك في الدنيا وفي الآخرة، فوجب أن تشتغل به، تشتغل به، تهتم به، هم صباح مساء ليل نهار، لأنه سبب الخير الأوحد كيمش غيره. وإنما السنة خصنا نعرفوا شنو هي السنة، إنما في العربية نقول السنة، سن يسن سنة أي سلك يسلك مسلكا، هذا المعنى، اتخذ لنا طريقة. ومعنى ذلك أنه سن لنا في القرآن سنة، أي اتخذ لنا في القرآن طريقا، باش ما يجيش أي واحد يبدأ يفهم في القرآن كما اشتهى وكما أحب. السنة هي النموذج العملي الذي هو بين يديك وأمامك، مشخص باين، حركة، حركة بشرية نبوية تتبعها وتسلك مسلكها، ذلك دخول في الأسباب، أسباب الآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، سعيهم الذي سعوه لها وسعى لها سعيها. ثم ختم بهذه القاعدة، كلا نمد، اللي دار شي سبب راه ربي عز وجل اللي مهد له، فمن يعمل أعمال الخير وأعمال الشر كلها جعلها الله عز وجل على أسباب. ومن هنا كان من العمى، العمى فعلا عمى البصيرة وعمى القلب، أن يعتقد الإنسان أن هذه الأسباب تنتج بنفسها، وإنما هي تنتج بربها الذي جعلها كذلك. هذه العادات الجارية في الدنيا، العادات الاجتماعية والعادات الطبيعية، العادات الاجتماعية العادة ديال الناس في اللباس وفي الأكل وفي الشرب وفي الزواج، عادات اجتماعية. والعادات الطبيعية ككون النار مثلا تحرق من عادتها الإحراق، وككون الماء مثلا يطفئ النار، هذه عادات طبيعية. هذه العادات ليس لأن للنار قدرة ذاتية على الإحراق، وليس لأن للماء قدرة ذاتية على الإطفاء في العمق، إنما لأن الله عز وجل جعل في النار خاصية الإحراق، ولو سلبها إياها لن سلبت، كما سلبها من نار إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت سلبها خاصية الإحراق، ولات بحال هذيك الحية اللي ماشي مسمومة، الويها كي بغي تطويها وحطها وهزها، فطبيعتها ليست كطبيعة الأخرى، فالله عز وجل يجعل لهذه خاصية وينزعها سبحانه وتعالى إذا يشاء. فإنما هذه الأسباب حقيقتها وطبيعتها أنها دالة على ربها، هذه الأسباب. فالدخول في الأسباب هو الدخول في طرائق تدل على الله عز وجل
وكل الأسباب في الأرض، أسباب الدنيا وأسباب الآخرة، كلها أسباب هي آثار، آثار لأسماء الله الحسنى. هذا سبب أثر لاسم الله الرزاق، هذا سبب لاسم الله الشافي الذي ورد في الحديث صحيح، هذا سبب لاسم الله الرحمن، هذا سبب لاسم الله الوهاب النافع الضار المحيي المميت، وهكذا. الأسباب إذن الأخذ بها إنما هو أخذون بتوحيد الأسماء والصفات، ومن لم يرى ذلك في الأسباب كان فيه نوع من الشرك الخفي، لأنه يعتقد أن هذا السبب منتج بذاته وليس كذلك. هل شي واحد اللي كيحل واحد الروبيني ديال الماء وكيسحب العوينة وهو الروبيني راه جايب الماء من ليه؟ ولله المثل الأعلى، ولا مشاحة في المثال. فلذلك يجب أن تدرك أن هذا الماء المنهمرة من هذه الحنفية أو الصنبور إنما هو يستمد، هو نفسه يستمد ماءه من مصدر أعلى. وكذلك الأسباب، أسباب الدنيا وأسباب الآخرة، نأخذ بها لأنها تصلنا برب أعلى. ومن هنا قلت في بداية الأمر، وإنما القول قول العلماء من قبله، وإنما نحن ننقله لا أقل ولا أكثر، الدخول في الأسباب هو عين التوحيد لمن أدركه بعين الشريعة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين. اللهم عافنا في ديننا، وعافنا في أبداننا، وعافنا في دنيانا، وعافنا في أخرانا. اللهم اجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. وأصلح اللهم لنا ديننا الذي هو عاقبة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا. اللهم ربنا أعط أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا عزائم الخيرات، اللهم ارزقنا عزائم الصالحات، اللهم ارزقنا عزائم الخطوات، اللهم ارزقنا عزائم الأوقات، اللهم ارزقنا عزائم الجماعات، اللهم ارزقنا ولا تحرمنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، إنك أنت الرزاق ذو القوة المتين. وصل وسلم اللهم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ويغفر الله لكم.